طريقة نبوية رائعة تجعل دعائك يستجاب وتفتح له أبواب السماء. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي فكرة جميلة جدا، هي طريقة في الدعاء، هي مش مجرد هتقول إيه، لا، هي هتروح لربنا إزاي. إيه الطريقة دي؟ أن تتوسل إلى الله بعمل صالح من الأعمال الصالحة اللي أنت عملتها بإخلاص، بحب لله، بنية صادقة لله، فتذهب إلى الله متوسلا إليه بما فعلت. إزاي؟ اللهم كما أني جبرت بخاطر فلان، أجبر بخاطري في الموضوع الفلاني. يا رب أنت عالم، وتقول كده وتقول بإحساسك، يا رب أنت عالم أنا جبرت بخاطر فلان علشان أرضيه وعلشان أرضيك يا رب، ارضيني واجبر بخاطري في الموضوع الفلاني. يا رب أنا أنفقت في رمضان بنية أن أنا أرضيك، اللهم ارضيني في الموضوع الفلاني وارزقني بالمال الفلاني. اللهم إني أتوسل إليك بصلاتي وقيامي ودعائي في رمضان وصيامي في رمضان أن تحقق لي كذا كذا كذا. روح بأعمالك الصالحة. جبت الكلام ده منين؟ من حديث للنبي إن ثلاثة اتقفل عليهم غار، نزلت صخرة قدام الغار مش عارفين يخرجوا، فقالوا البعض، مين اللي بيحكي لنا القصة دي؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا لبعضهم كل واحد فيكم يتوسل إلى الله بعمل من الأعمال الصالحة فعلها مخلصا لله. فالأولاني قال أنا عملت موقف كبير في بر أبويا وأمي وحكى الموقف، والتاني قال أنا كنت هعمل ذنب كبير فتوقفت عنه مخافة الله، فاتفتحت الصخرة الأولى والتانية، والتالت أم قايل أنا كان في قدامي مال أقدر أخده رجعته لصاحبه أضعاف مضاعفة فاتفتحت الصخرة. كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا من القصة دي إيه؟ مش مهم تفاصيل القصة، إنما المهم أوي 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 توسل إلى الله بأعمالك الصالحة في رمضان وفي غير رمضان. ده أنت ممكن تعمل أعمال مخصوصة لتتوسل بعدها إلى الله بهذه الأعمال. أجبروا بخاطر الناس، انفقوا، اعبدوا ربنا، ثم توسلوا إلى الله في دعائكم بأعمالكم الصالحة. طريقة رائعة للدخول على الله وإجابة الدعاء. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله.